انزاز 30 يوم. إشارة انطلاقة لمشروع ربط الكهرباء الفلاحية بالمحيطات الفلاحية غرغرت بالكمية الفيزيائية 1.78، هذه تمس 36 مستثمرة فلاحية، وإن شاء الله هناك دراسات إن شاء الله توسع في تغطية كل الفلاحين على مستوى المنطقة إن شاء الله. محضرنا يعني كانت مناسبة سعيدة باش السيد الوالي يعطي الإشارة لوضع حيز الخدمة لهذا الطريق الحيوي. رافقنا هذا الطريق بالمزالق الأمنية وكذلك الطاقة الشمسية على طول الطريق اللي يمتد على 18 كيلومتر. هكذا ضروري كل مستعملي الطريق يروحوا للمطار ويجوا الجناح في أريحية تامة ليلا ونهار.